اللعب عند الأطفال نمو سليم. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. أكيد لأنه اللعب عنده أهمية كبيرة لنمو الطفل العقلي والجسدي بحكم أنه كيشغل العقل ديالو والحركات ديالو أثناء اللعب. فنبغيو نعرفوا معك أنت كطبيب الأطفال شنو هي الفائدة اللي ممكن يمنحها ويعطيها اللعب للأطفال. وي اللعب للأطفال مهم كتير بزاف باسكو بار ديفينيسيون الوليد كيلعب كيمان كيلعب وداك شيء. اللعب هو فرصة للطفل ولا باش يعبر على المشاعر ديالو كيعبر عليها وكيعبر على لا فونكسيون موتريس ديالو يعني الوظائف ديالو المانيوال يعني كيفاش كيحرك يدو كيفاش كيحرك رجلو كيفاش كيجري كيفاش كيخدم بحركات كيخدم الحركات وكيفاش كيوفق هذوك الحركات يعني ان كيفاش كينظمهم يعني اللاعب اللي كنبغي نعرف مثلا وليد واش كيركز في سميتو كتعطيه واحد دي كوب مثلا واش كيعرف يصاوبهم واش يعرف يخشيهم بلاصتهم واش كتعرف واش يعني كيخدم العقل ديالو كيخدم العقل ديالو وهذاك التفكير ديال العقل ديالو واش غادي يخدمه بطريقه اللي مزيانه يعني بيدو داك الشيء ولا غادي يديرها بطريقه واحده اخرى. واللعب ضروري دونك الوليد اللي ما كيلعبش يعني با نورمال كاين شي حاجه اللي ماشي هذيك الوليد غير غادي يدخل شي بلاصه خصو اول حاجه خصو يدير خصو يلعب يعني هاد الحركات ديال اللعب ديال الاطفال هي عاديه كيف كتبين على انه راه الطفل نمو ديالو سليم عكس بعض الوالدين اللي كيقولك لا راه ولدي مشطوم بزاف كيبان كيلعب وهذا اذا الحاجه اللي هي نورمال هو انه خصو يلعب ملي بان الطفل انه منعزل وجالس بوحدو كيشوف وليده في السن ديالو راه كيلعبوا وهو ما باغيش يلعب كنعرفوا انه راه كاين شي اشاره انه كاين مشكل تما الإشارة أن كاين مشكل كتر من اللي يقول لك الولي البابا ولا ماما راه ولدي كيلعب بزاف وداك الشيء وداك سيتي كيلعب كيأجيتي بزاف وهذه الوليد اللي منعزل بوحدو كيلعب غير بوحدو وعندو اللعب ديالو كيبقى يعاود بشي حاجة تما خص الواحد يرد بالو باسكو يقدر يكون بوادر ديال التوحد اللي يقدر نعرفوها غير من اللعب طريقة اللعب ديال سميتو حيت باش تدير التشخيص ديال التوحد صعيب بزاف ما يمكنناش نديروه قبل من 3 سنين ولا 3 سنين ونص عاد كيبدا يتشخص ما يمكنلكش تعرفو قبل باسكو شويه صعيب كاين بعض سميتو ولكن ما يمكنلكش تشخصو 100% لانه كتكون قريبه الحركات العاديه ما كيدير 3 سنين وداك سميتو اول حاجه اللي كتبان سيكو هذاك اللاعب ديالو ماشي هو هذاك يعني ما خصوش اللاعب ماشي بحال كاع الوليدات كاع العاميه ديال الوليدات كيلعبوا هكا بعضياتهم هو منعزل بوحدو داكشي يعني هنايا اللاعب ضروري يقدر يقول راك شي حاجه ماشي هي هذيك عند وليد دكتور واش كاين شي اوقات معينه اللي ممكن الطفل يعني يلعب مع الاطفال واللي غادي تزيد في نسبه الذكاء ديالو في التنشيط ديال الذاكره وفي التركيز مثلا في الصباح بكري ولا ضروري انه مثلا مورا الغداء بدل ما انه يلعب خصو حتى يدير واحد لا سياست اللي فيق عليه يبدا يلعب ولا كاين لا ماشي بالضروري خليو الوليد كيما بغا واحد البروغرام حيت كاين اللي كينظم الوقت ديال الوليدات ما عندك ما تنظم حاجه اللي هي سبونتاني خاصو يخليها بوحدو كيما وقت ما بغى يلعب وقت ما بغى يجلس دونك خليه هو بوحدو بالعكس كيتعلم هو يعتمد على راسو يعني انا هاد الوقيته كنلعب هاد الوقيته غادي يمشي كيعتمد على راسو بشويه ما خصهاش تقيدو ما تقيدوش ما تضبطوش لا دابا الوقيته ديال اللعب الوقيته ديال النعاس هادي نشوف واللي سي ترانكيل نمشيو لتساؤلات المستمعات والمستمعين اللي كنتوصلوا بها يوميا للرقم 5080 مستمع كتقول بنتي فوق ما كنحطوا الماكله يعني اللي كتاكل منها شويه وكتبدا تدور في البيت كل ضغمه كتبدا تجري وتنقز وكترجع تاكل واش هذا عادي اولا ضروري نبقى نجلسها في الطبله معنا لا هنا هو عادي بان غادي تنوض لما قلتي لاش جلسي وداك الشيء ولا ما علمتيهاش كيفاش خصها الاداب ديال الاكل وانها تجلس وتاخذ جلسه الطبسيه ديالها وتاكل وملي تسالي الماكله تنوض تلعب ديك الساعه ما تحرمش من اللعب ولكن باش تبقى هي جالسه كتاخذ دغيمه وتعاود ثاني تمشي تلعب وداك الشيء هذا الحالات كياكلوا الدغمات او الام كتقول لك وامه بعدا راه كياكل ليا سواء كيلعب وكيجري بعدا كيرجع اغلب الاطفال غيديروا هكا هما غيبغيو يديروا هكا غادي يبغي ياكل شويه يمشي يلعب وداك الشيء فتحنا لهم الباب ما غيحبسوش غادي يبقاو مولفين ولكن اللي مزيان سكو الوقيته ديال الماكله سي ضروري الماكله خصو يتعلم في الاول انه يجلس وياكل ملي يسالي يمشي يلعب تساؤل اخر من عند ام زياد من رباط كنشكركم بزاف على هاد النصائح اللي كتقدموا لنا ولدي عنده 3 سنين ونص مشطون بزاف باللعب ملي كيفيق هو في اللعب وفي الجري كيبقى يعني ما كيعياش منه لكن كتشوف على انه الام الوزن ديالو ناقص بزاف واش هادشي لانه كيبدا يلعب وما يعني كيهضم كلشي
للاسف ما كتبتش لنا الوزن ديالو باش ما نظنش باسكو كيلعب بزاف وداكشي غالبا غيكون الوزن عادي يعني كتقول زعما انه بما انه كيلعب بزاف ربما كياكل كيهضم يعني الماكله غير كيبان ليها باغي كيلعب راتو وشافت الوزن والطول ديالو بارابور لاج ديالو غادي تلقى مزيان كان ماذا بينا كون يعني ماذا بينا كون كان عندنا الوزن ولكن كان عندنا الوزن ديال الوليد ولكن ملي كيلعب بزاف وداكشي غالبا واحد 90% الوزن ديالو عادي كون ما كانش الوزن ديالو عادي ما يلعبش مزيان ام سلمى من وجده بنتي عندها عامين ونص دابا انا كتبان لي عاديه في اللعب ولكن مع العائله وملي كتلعب مع وليدات العائله او وليدات ديال الجيران مع ولادهم يعني ملي كتبدا تلعب معاهم تيقولوا يا راه بنتك ماشي عاديه في اللعب ديالها ولا في حركاتها وانا خايفه من التوحد قبيله قلتي على انه التشخيص كيبدا تقريبا من 3 سنين من 3 سنين شحال في عمرها بنيده؟ عامين ونص صعيب مازال صعيب الحال باسكو عامين ونص دابا ربما غير الملاحظات ديال المحيط العائلي حيت المراحل ديال اللعب راه شويه سي ان بو ديفيرون المراحل ديال اللعب عن الطفل من مثلا نعطيك انا مثلا من 12 شهر حتى ل 18 شهر 19 شهر 20 شهر لانفون اللي غادي يلعب بوحدو ما غاديش يمشي يقلب على الاخرين باش يلعب معاهم داكشي غادي يفضل يلعب بوحدو سي نورمال هذا في النمو ديال الطفل النمو ديال النمو ديالو عادي الوليد ما غيبغي يقلب على وليدات الاخرين حتى عامين 21 شهر عامين عامين ونص غادي يبدا يقلب على مع من يلعب من قبل يلعب بوحدو وعادي يلعب بوحدو ماشي مشكل من مور عامين عامين عادي يبدا يقلب على الاخرين يقلب يلعب معاهم وداكشي وهي ديجا كما قالت لك داك تلعب مع الوليدات الاخرين ولكن كتجيها اللعب ديالها اللي متيتو مي ديجا ملي كتلعب مع الوليدات الاخرين مزيان على انه الام هي كتبان لها عاديه ولكن المحيط ديالها يعني ملي كتلعب مع وليدات الجيران ولا وليدات العائله كيقولوا راه بنتك ماشي عاديه هذا المحيط صعيب تحكم عليه باسكو اي حاجه كيقولوا ولكن تم نسبة نحن كطبيب زعما صعيب نعطي التوحد تشخيص ديال التوحد في هذا العمر هذا صعيب فريمون صعيب يعني مثلا شنو ممكن تنصحها يعني تبقى عاديه حتى تبقى عاديه تخلي بنتها عاديه وما ديرهاش هضره ديال الناس انا اللي نقول لها وما ديرهاش هضره ديال الناس باسكو الناس خلات تمتع باللعب ديالها وداك الشيء الناس حنايا في المجتمع المغربي كنديوها بزاف الهضره ديال الناس راه كيجي غير واحد يقول لك راه راسو كبير انا اللي كتخطني انا هو راسو كبير راه ولدك راسو كبير يعني الا جينا نسمعوا 90% ديال الامهات يجي يقول لك راه قالوا لي راسو كبير ماشي هي اللي قالت لك راسو راه قالوا لي راسو كبير لا من غير من الام اللي راه قالوا لي راسو كبير ياك بالنسبه لها هي راه ولدها عادي ولكن قالوا لها راسو كبير راه خصك دير عند الفراقه دير هذه ملي كتجي كتعبر الراس ديال الوليد كتلقى عادي الوليد مزيان وداك الشيء دونك هذا غير مثال بان الناس لي زانتربريتاسيون اللي كيديروا هما ماشي دائما يعني كيبداو يحكموا هكا وكيخلعوا الامهات كيخلعوا الامهات خاصه مثلا من التوحد صعيب صعيب التوحد راه ماشي شي حاجه سهله ما يمكنش تجي وتقول التوحد التوحد الا قلنا التوحد راه شحال ديال الحوايج غيتبعوا من بعد راه لا بريز اون شارج راه بزاف الحوايج ما يمكنش تجي تقول التوحد راه اطباء وصعيب عليهم يقولوا ما يمكنش تقول كلمه صعيبه يعني الا قلناها خصنا نعرفوا علاش وخصنا باسكو كاين واحد التوابع ديالها اللي كثيره ما يمكنش تقول توحد غير في عامين ونص صعيب الحال انا ما نديروش بعد الدياغنوستيك ما نديروش الا سمحتي يا دكتور شنو ممكن تنصح الامهات يعني كيفاش يتعاملوا مع وليداتهم يعني بالنسبه للعب يعني اهميه اللعب تكلمتي على الفائده ديالو شنو هي بعض النصائح اللي ممكن تقدمها للامهات يخليو وليداتهم يلعبوا دونك يلعبوا كيما بغاو ولكن يحضروهم باسكو بعض المرات الوليدات عندهم واحد اللعب شويه ما كيعرفوش الخطر فين كاين دونك يقدر يطلع في شي كرسي يطلع فوق طابله عندهم مغامرات ويطلع كيردوا بالهم باسكو بعض المرات غير كيغفلوا كيقدروا يكونوا بعض المرات شي دي زاكسيدون صعاب سواء يضرب في عينه يتخشى يخشي سي في عينه ولا شي حاجه هادشي صعيب كتكون مراقبه يعني كتكون مراقبه ويكون داخل الدار يعني حتى في الفضاءات حتى في الفضاءات والفضاءات يحاولوا يردوا بالهم لولادهم يردوا بالهم ولادهم غير من ناحيه لي زاكسيدون لان يعني الواحد كيقدر يتراس يطيح هذا هو صعيب ولكن الا قدرنا نتفاداو هذا الشيء هذا مزيان مي اللاعب يخليهم يلعبوا كما بغاو دونك راه كي يسو ديبونس كيعبروا على راسهم دونك يخليهم اللاعب مهم عند الوليدات شكرا لك بزاف دكتور مصيف خليل طبيب الاطفال على كل هاد النصائح القيمه اللي كتقدم لنا يوميا في فقره نصائح التغذيه السليمه للاطفال سيغيلاك